تحدي كبير لحد من خارج القطاع، بس في ميزة في هذا التحدي وانك من خارج القطاع، فبالتالي فعلا لا ليكي مصلحة مع حد ولا شلالية مع حد، وبالتالي ده يخليكي تنظري للقطاع بوجهة نظر موضوعية جدا، وبتمنى لك فعلا كل التوفيق. حبوا السايح، الفكرة ان احنا لازم نحب السايح ده. الوزيرة مش عارف تشتغل لوحدها ولا الحكومة تعرف تشتغل لوحدها، لو حطينا مليون قانون ومليون قواعد، لو سواق التاكسي مهتمش ودلع السايح وحبه ومحبش ان هو ياخد منه فلوس كتير عشان هو عايزه يجي تاني، لو الشخص بتاع الروم سيرفيس، لو الشخص اللي بيطبخ الاكل، لو البياعين اللي موجودين عند الهرم وفي المزارات السياحيه ما جريوش ورا الناس عشان يضايقوهم، لو احنا محدش يتحرش بالسائحات على البحر وفي البيتشز وعلى الشواطئ، نحب السايح لانه مش بس فلوس على فكره، كمان صورتنا بره. احنا صورتنا بره ما بقتش حلوه خالص، احنا عايزين نحسن الصوره دي، نحسن الدخل ده. السياحه ده اكل عيش لايه؟ 5 مليون، مش 5 مليون بس، ده اكل عيش لمصر كلها.